اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله تمام؟ كله زي الفل. احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، الحمد لله زي الفل. كله كويس. محمد، خليني ابدا معاك الاول باتحاد كره القدم وبعض القرارات اللي تم اتخاذها في اخر اجتماع لاتحاد كره القدم. طبعا يا كابتن، يوم الاحد كان في اجتماع مجلس اداره لاتحاد الكره المصري، خدوا اكتر من قرار، طبعا منها طبعا الاهم هو تشكيل لجنه الانضباط بوجود قامات محترمه جدا تدير بقى لجنه الانضباط، واللجنه حتى اللي كانت موجوده قبل كده لجنه الانضباط طبعا برئاسه المستشار محمد عبده صالح كانت برضو لجنه يعني قامات كبيره جدا طبعا. فبشوف ان وجود اللجنه دي، وجود لجنه الانضباط ومعاها لجنه اللي هي برضو فيها القيم والاخلاق، دي لجنه مهمه جدا للكره المصريه. وايه لجنه رصد الاعلام؟ معلش، بص يا كابتن، هو ده من حق اتحاد كره القدم ان هو يعمل لجنه لرصد الاعلام؟ هي لجنه هيبقى فيها اللي هم زي المركز الاعلامي بتاع اتحاد الكره المصري، اللي هو لرصد اي تجاوز ضد اتحاد الكره المصري من التجاوزات اللي انا وصلت له، مش النقد، التجاوزات يعني. لا، اتقال كده، ده طبيعي. اتقال التجاوزات اللي هي تبقى في حق اتحاد الكره المصري، عشان لو هم عاوزين ياخدوا اي اجراءات ضد هذا التجاوز يعني. لكن طبعا كان اهمها تشكيل لجنه الانضباط، طبعا هتكون مفيده جدا للكره المصريه خلال الوقت اللي جاي، خاصه ان هم قامات هيقدروا ان هم يعملوا رابط بشكل كبير جدا، و كل شيء يعني يبقى موجود بالنسبه للقرارات اللي تبقى فعاله تخص الكره المصريه. كان برضو في قرار تاني، وهو خلفا لكابتن عصام الحضري تم تعيين الكابتن السيد السويركي، طبعا مدرب طلع الجيش السابق، مدرب الحراس مرمى المنتخب الاولمبي. كلنا عارفين اللي حصل ورحيل الكابتن عصام المفاجئ، فخلى طبعا اتحاد الكره المصري قرر ان هو يتعاقد مع الكابتن السيد السويركي وبلغوه. والنهارده كان عقد جلسه مع روجيرو ميكالي لاول مره من طبعا وقت تواجده، بيستعدوا لمباراه زامبيا في مارس اللي جاي، مباراه ذهاب واياب للتاهل الفتره اللي جايه. كمان الكابتن الدكتور جمال محمد علي برضو يعني اعلن كده عن بعض الرخص الجي قول لي ليه طيب الدي والبي والايه الرخص رخص بس طبعا رخص يا كابتن اسلام الرخص بس مش الرخص برضو اللي احنا منتظرينها لسه يعني، لسه دي بعض الرخص كده البسيطه، ولكن نتمنى. لا 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 لا، يعني ايه مش الرخص يعني ايه مش الرخص اللي احنا منتظرينها؟ يعني لبعض الرخص البسيطه. حلو، هي رخص يا كابتن لكل الناس يعني، موجوده لكل الناس. احنا عايزين تطوير بشكل اكبر ومحاضرات بشكل اكبر للمدربين، احنا بنتمنى دي خطوه كويسه وخطوه فعال، بس احنا بنتمنى يكون اللي هي الخطوه بشكل اكبر من كده كمان، ويكون نعرف. لا، احنا لما بنلاقي حاجه كويسه بتتعمل من اتحاد كره القدم والله بنبقى سعداء ومبسوطين، وبنطلع نقول وبنشيد ونقف معاهم. بس هل يا احمد ان هذه القرارات سيتم تطبيقها، بمعنى انه لجنه الرصد الاعلامي ولجنه الانضباط ولجنه القيم والاخلاق وكل هذه اللجان وهذه القامات الكبيره جدا جدا في القضاء، واصبحوا هم المسؤولين عن كل هذه اللجان، هل سيتم تطبيق هذه الاهم تطبيق هذه القرارات؟ يعني انا متفائل يعني تجاه الخطوات اللي اتخذت دي يا كابتن، ده اولا، لانه الاسماء واليه تشكيل اللجان واستجابة للتجاوزات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، أنا متخيل أنه مش هيبقى مقبول أن يتم تخطي كل ده. هيبان إمتى؟ هيبان يعني إن شاء الله ما يحصلش، بس في أول تجاوز يعني. هيبان في أول تجاوز، وهنشوف رد الفعل بشكل واضح وبشكل أكثر منهجية. الجزء اللي تاني بكرره، قلنا قبل كده كتير، أن أي شيء ما يتضمنش تغيير جوه استراتيجيات اتحاد الكرة نفسه بره اللجان دي، خلاص يعني الاتحاد الكره نفسه ما يخضعش فعلا للممارسات دي، ما يخضعش فعلا للتجاوزات دي، ما يخضعش هي البدايه بتبقى من هنا. زي ما موضوع الرخص بدا دلوقتي لاول مره اتحاد الكره خد قرار في موضوع الرخص. انا معجب انه المساله برضو انا عندي شويه تحفظات شويه على الارقام وعلى ساعات التدريب وعلى الحاجات دي، لان انت بتتكلم في اي بي وسي ودي والبرو. انت طرحت الخمسه، ده هيقولوا ده هيعمل الزد كلهم. انت طرحت الخمسه الزد. فالخمسه دول على الاقل يعني عدد ساعات التنشيط وساعات التدريب بيبقوا اكتر بكتير في البرو بالظبط. ونقطه اشتراط ان في ناس تبقى مقيده لاعبين والكلام ده، يعني كنت حاسس ان الموضوع محتاج ليه يا احمد القصه دي؟ انا محتاجه انه يقنن، نوسع القاعده بشكل اكبر يعني بالزبط. نقدر بقى نبقى زي كل الدول، ان انت فاتح الموضوع لكل محب لكره القدم ياخد طبعا دراسات، هو هياخد دراسات وهيختبر بالاليه اللي صح. كل الناس هتخضعوا ليها واللي انت وضعتها كاتحاد كوره بالظبط. يعني ويليام ستيل مثلا اللي هو مدرب استاد ريمس، عامل اداء هايل في الدوري الفرنسي السنه دي، جابوه من فوتبول مانجر، جابوه من لعبه يعني كارير زي الكارير بتاعت الفيفا كده، انه فهموه وفاهم ازاي يكون لعيبه وبتاع. فده كان واحد حظي بفرصه ان هو ينافس الكبار، ودلوقتي فعلا بيلعب ليج. بالظبط. الكابتن محمود فايز، ما كانش لعيب كوره واشتغل دلوقتي اهو، اشتغل مع منتخب مصر. وجميل انك تدي لعيب الكوره ادفانتج. انا بقول ادي لعيب الكوره اولويه في حتت، ما عنديش اي مشاكل بصفته يعني. انا بقبلها مثلا ان انا لو عايز اتقدم للبرو على طول، فاهم قصه اشتراط ال 20 ماتش دولي والحاجات دي، انا فاهمها دي. لو انا بتقدم من الصفر رايح اخد البرو، افهم ان لعيب الكوره اللي معتزل لسه طالع
ليه اولويه الصراحه عن اي واحد، ماشي مفيش مشاكل في دي، ولكن انت بتديني من اول الرخصه ايه؟ من اول الرخصه بين انا ابقى متايد وابقى كذا وابقى كذا. طب انا ليه بقى يعني بنهي حد عمره 25 ولا 20 ولا 30 سنه في البدايه وعايز يمشي في الطريق ده، ممكن يبقى كادر مؤهل، فدي النقطه بس اللي كان عندي تحفظات. بس احنا اي خطوه لقدام تمام، ما كانش عندنا رخص امبارح اصلا. يعني امبارح ما كانش عندنا رخص في الموضوع. دي هتبدا من امتى دي؟ تقريبا خلاص المفترض ان هي من الشهر ده، من اخر الشهر ده المفروض، ان يبقى في وخلاص طرح الاي بي والسي والدي وكله خمس تيمات بقى خلال الفتره دي، وحطوا الشروط طبعا، منها الشرط ده هو كان اهم شرط، والشرط طبعا ان انت لا تقل عن 18 عام، وانك والرسوم طبعا والرسوم، وفي ناس من بره مصر، وانت هتلزم اللي بره مصر يبقى 5% بس يعني لك الاكبر يبقى المدربين مصريين، وان هم عاوزين مدربين اكتر من المصريين طبعا. فانا شايف كل دي تحركات جيده باذن الله، ما يحصلش تجاوز يخلينا نختبرها باذن الله، يعني نبداها من الطرف الاخر، ما يحصلش تجاوزات تخلينا نختبر ده، بس وقت ما يحصل تجاوز انا محتاجين ان احنا فعلا نحط الموضوع محل التقييم. انا سؤال الاساسي اين خليفه كلاتنبرج حتى الان؟ بس يعني هي دي النقطه دي اللي 48 ساعه انا كنت محتاج الموضوع ده. فاكر 48 ساعه اللي انت قلتها لنا؟ بص يا كابتن، هو حصل ان الفتره يقعد بقى يا عم 8 انا اللي قلت. لا هقول مين اللي قال. هقول لك والله مين اللي قال. انا اللي قلت. لا مش بيان اتحاد الكوره. طب ايه هو اللي قال 48 ساعه؟ وده مش انا بس ولا حضرتك. حلو. ايه اللي وقف بقى الموضوع؟ اللي وقف الموضوع ان هم محددين راتب. تمام. انا اقول لك الكواليس اللي حصلت من دول. هم كانوا نفسهم يعلنوا يوم الاحد اللي فات، وبالفعل ان هم كانوا تفاوضوا مع الجنسيات، واعلنوا الجنسيات اللي انا قلتها لحضرتك اخر مره، ان هم تفاوضوا مع اسباني وبرتغالي وسويسري. حضرتك قلت انا مش حابب السويسري. هو الثلاثه اتفاوضوا معاهم، الثلاثه طبعا طالبين طلبات يعني قريبه جدا من كانت طلبات مارك كلاتنبرج، اللي كان بياخد اكتر من 35000 دولار، من 30 ل 35000 دولار. فطبعا الرقم ده من اتحاد الكره دلوقتي اصبح غير مقبول، فعايزين الرقم يكون اقل شويه، يمكن من 20 ل 25 يبقى اقصى حاجه، ويكون عنده كمان دور موجود في مصر بشكل اكبر، ما يبقاش قصه السفريات كتير. فده اللي خلى اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت يتكلم مع البرتغالي شويه. يمكن البرتغالي هو المرجح بشكل كبير جدا من جانب طبعا اتحاد الكوره، وان هم عايزين الراجل البرتغالي. هم مكتمين طبعا على الاسماء وقافلين على الاسماء بشكل كويس جدا، ولكن الجنسيات كنا قدرنا نوصلها. راح هم طالعين طبعا اعلنوا عن الجنسيات المرشحه، ولكن لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ما تمش الاتفاق مع اي واحد منهم، يعني ما تمش الانتهاء. ايه اللي موقف الاتفاق؟ ما هو الراتب. الراتب اوكي، انا هتفاوض معاك، اتفاوض مع غيرك. مصر بشكل كبير جدا، والاسم برضه يعني اولوي، والاسم القوي يعني هم عاوزين. لو ده مام كده، ودي الحته اللي معطله يعني، ان شاء الله ربنا يسهل ويجي اسم يليق بالموضوع. بس احنا محتاجين يعني بالظبط فراغ، الفراغ بتاع لجنه يعني. ايوه ما هو لما دلوقتي ما تزعلش مني، وانا لما ارى خطا زي الخطا اللي عمله كابتن ابراهيم نور الدين النهارده في مباراته امام في مباراه الزمالك وسموحه، والله انا مش بتكلم عشان زمالك وسموحه، ولكن انا بتكلم عن خطا عمله حكم واحد من افضل الحكام، المفروض المفترض ان هو واحد من افضل الحكام الموجودين في مصر. يبقى تطوير التحكيم هيجي ازاي؟ لازم انا وانت طالع يدافع، طالع يدافع عن الكلام اللي هو بيقول يعني. هو كابتن انا اصلا ضد، بدل ما تطلع تقول بالظبط كده يطلع يتكلم يقول لك انا مش هتكلم عن الحكم، يطلع يتكلم. كابتن ابراهيم بيقول طبعا هو بعد ما سمع الكلام اللي احنا قلناه هنا، فهو لان احنا بنتكلم دايما بننتقد، ولكن بننتقد بمنتهى الاحترام. كنت اتمنى ان هو يطلع معانا احنا ويقول هذا الكلام. صح. يعني وطبعا هو طالع مع كابتن كريم شحاته، واحد من المذيعين المحترمين طبعا، لا اقصد شيء، ولكن هو سمع الكلام اللي احنا اتقال هنا وراح يرد وقال لك انا مش هتكلم في تفاصيل المباراه. امال احنا ايه؟ احنا امال يعني كيف يتم احتساب ركله الجزاء وهي ليست ركله جزاء، وكيف يتم احتساب عدم احتساب او احتساب ركله جزاء وهي بالفعل ليست ركله جزاء واضحه وصريحه. كابتن، هو في اي دوري اصلا الحكم بيبقى ممنوع ان هو يخرج في الاعلام ويتكلم؟ لا كابتن ابراهيم طلع ويتكلم. في مصر كان مارك كلاتنبرج مانع الموضوع ده بشكل كبير جدا، ان ما ينفعش الحكم يتكلم، واحنا كلنا اكيد نعلم. كابتن اللي كان قبله كابتن عصام عبد الفتاح برضه نفس الكلام. في كله ممنوع ان الحكم يطلع يتكلم. مفيش غير مره الكابتن محمد عادل اللي كان فيه قال الاحتواء. فطبعا الفتره الحاليه طبعا موجود الكابتن محمد فاروق، ليه كل الاحترام والتقدير، بس هو الراجل جاي من مرحله انتقاليه، فبعض الحكام اكيد عارفين ان الراجل مش هو اللي هيكون رئيس لجنه الحكام خلال الفتره الجايه. يمكن الفتره اللي فاتت ظهرت فكره جوه اتحاد الكره، طب ما ندي جانب مصري لو ما تمش الاتفاق مع يعني حكم اجنبي وندي الفتره الجايه، ولكن يعني كبرت شويه بالرفض من جانب بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره، وكانوا شايفين لا ان لا الفتره الجايه. عارف ليه لا لانه انا اديت للمصري، فالمصري دايما بيبقى عليه ضغط كبير جدا، سواء من الاهلي او من الزمالك، كل واحد فينا بيشوف ان هو بيعمل حاجه مش مظبوط. اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الانديه الكبيره الجماهيريه بيبقى ليها ضغط، لكن الحكم الاجنبي او المطور الاجنبي
مطور التحكيم يعني الاجنبي مش المطور العقاري، مطور التحكيم الاجنبي بيبقى راجل لا يرى الوان، صح. هو بيحاول ان هو او بيساعد على تطوير التحكيم وان يصل به لشكل جيد، لكن ان احنا نشوف مثل هذه الاخطاء في مباراه النهارده ومباريات سابقه الحقيقه برضو المباراه مش بس نادي سموحه اللي طلع اعترض، في بعض الانديه طلعت اعترضت خلال الفتره اللي فاتت، يعني نادي الداخليه كابتن علاء ابو علي اتكلم وقال على قصه التحكيم، بعض الانديه الثانيه طلعت اتكلمت على قصه التحكيم، والتحكيم الفتره الجايه يا كابتن هيكون مهم جدا، انت الفتره اللي جايه اولا حاسمه جدا في صراع لقب الدوري وحاسمه جدا في صراع البقاء في الدوري، ففي صحيح. كل مباراه هتكون فيها لغط، في كل مباراه هيكون فيها كلام، فانت محتاج الفتره الجايه يمكن اتحاد الكوره لابد ان هو يسيب كل اللي في ايده ويركز في حاجتين، بطوله امم افريقيا للشباب ويركز في قصه الخبير الاجنبي، يبقى ليه جاي ليه دوره وليه دور مؤثر في الكره المصريه، ليه دور مؤثر. ما يمكن كان قصدهم 480 ساعه مش 48 ساعه ونسيوا الصفر. ما هو اصل غريبه جدا ان هو حتى الان انا عندي اربع خمس اسماء، هجيب الاربع خمس اسماء اتفاوض. طبعا التفاوض بيبقى رايح جاي وبيحتاج اسبوع، انا حتى استغربت لما قالوا 48 ساعه. بالظبط استغربت جدا. بالزبط. ازاي يعني وانا يعني الا لو كنت بتفاوض مع حد اللي انا كنت مخلص بقى الجدول ما يحتملش اكتر من احنا دلوقتي شهر، لكن انا دلوقتي احنا داخلين في شهر اهو، والحقيقه كنت داخل كمان في ضغطه ماتشات كبيره جدا. بالظبط ضغطه ماتشات يمكن مؤثره سواء للانديه اللي فوق او الانديه اللي تحت، انت داخل في كل 3 ايام مباراه، فانت في كل 3 ايام هتلاقي الضغط ده من جانب الانديه على التحكيم، اظن لا محتاجين خبير اجنبي يكون موجود اولا يعلن عن جو محاضرات للحكام، يعلن عن خطه واضحه للتعيينات. انا شفت اتحاد الكره اعلن امبارح طبعا عن الحكام اللي تم خلاص ترقيتهم وبقوا موجودين في الدرجه الثانيه وان هم نجحوا في الاختبارات وكل الكلام ده، انا حابب يا كابتن ان احنا نشوف حكام جديده في الدوري المصري، محتاجين نشوف وجوه جديده، حتى لو ده غلط هو بيتعلم مره وفي الثانيه، بس محتاج مين اللي بيعلمه؟ على فكرة مين الخبير اللي بيعلمه؟ حتى الصغيرين لما بيغلطوا بتبقى وجهه نظري الاخطاء الصغيرين او الكبار يعني من المفترض ان بتبقى الاخطاء غير مقصوده. بالظبط يا كابتن، بيبقى عاوز لسه بيتعلم، اكيد في بيبقى ضغوطات، ويمكن مارك كلاتنبرج وكنت قلتها لحضرتك قبل كده كان حاطط خطه للموضوع ده، ولكن كانت خطه هتاخد وقت شويه، يعني الخطه كانت هتاخد وقت انك هتجيب حكم من تحت تحطه مره واحده دوري ممتاز، لا محتاج عدد مباريات معينه في الدرجه الثانيه، عدد مباريات بقى دي كده في الدرجه الاولى ممتاز عشان يقدر ان هو يحكم مباراه الاهلي والزمالك، مباراه فيها ضغط جماهيري كبير جدا، فانا بشوف يا كابتن ان هو لابد من حسم موضوع الكبير الاجنبي. انا النهارده تواصلت مع حد واتقال لي يعني اتقال لي ان هي خلاص يعني خلال الاسبوع ده هيتم الاعلان عن ده. محمد انا بقول يعني عشان له. انا تعبت منك 48 ساعه وبتاع وبعدين بقى لنا 450 الف ساعه ما وصلناش لاي حاجه، حتى بيأخرنا الموضوع بشكل كبير، بيأخرنا الموضوع لانه برضه يا مجدي ان يوجد خبير لتطوير التحكيم اجنبي افضل كتير جدا من المصري. طبعا مش افضل من المصري لا، ولكن على الاقل هيكون عنده عدم رؤيه الالوان، يعني هتضمن حاجتين بوجود سواء اجنبي عن اي مصري، اولا ان هو جاي مش عارف الالوان زي ما حضرتك قلت، فاحنا ضامنين على الاقل مبدا الشفافيه. تمام. المبدا الثاني المهم جدا ضامنين ان لما هيتكلم الناس مش هتقول لنا يا جماعه ما تمسكوش في بعض، من الاخر يا جماعه لا دلوقتي الراجل ده اتكلم قال رايه التحكيمي، انا وانت خاضعين لتقييمه، بس انا كراي التحكيمي خاضع لتقييمه اللي ممكن يبقى غلط، فنقول له والله يا كابتن فلان انت غلطان بمنتهى الادب، والله يا مستر فلان انت غلطان، يا والله يا مستر فلان احنا شايفين مجهودك مش كبير، والله يا اتحاد كوره احنا شايفين ان الراجل ده يستحق ان هو يقعد او لا، ايا كان بس يبقى الموضوع ماشي بالشكل ده، مش ماشي ان خلاص الحكم غلط الحكم ردوا عليه. كل ده ينعكس على 90 دقيقة متوترة جدا. هنرجع تاني لو دورنا تاني في الساقية دي، هنرجع تاني لمسألة انه الحكم نشتكي انه الحكم يشتكي انه مستباح بكل الطرق، وبعد كده نرجع تاني احنا نشتكي ان احنا بنتظلم تحكيميا كفرق كأندية كل الالوان، ترجع تقول ومفيش معيار واحد يقول لك مين اللي ما انت حتى لو الاسم المصري على احترامنا لكل السي في على احترامنا لكل شيء جه يتكلم غصبا عنك هتخضعه لمواقف سابقة، هتيجي تقول له والله يا كابتن ده انت قبل كده عملت كذا، وممكن يبقى الكابتن نيته سليمه واحنا ما نقدرش برضو نستثني الموقف السابق، فالخبير الاجنبي الفكره دي حلت كل ده وجربنا انها بتحل، عندنا تحفظات حتى احنا الناس اللي كانت او الناس اللي كانت متحمسه لتجربه مستر كلاتنبرج كان عندها تحفظ على بعض الاشياء الخاصه بادائه انه بيعمل ايه بيسافر ايه، بس خلاص كده في سلم وعند نقطه معينه بنقول له بعد اذنك ادينا 70% مش 50 60% مش 40، بس ما تنسفش التجربه كلها من جديد وترجع تاني تقول بعد اذنك احترم الحكم، والحكم يقول بعد اذنك احترم قراري، لا ما انت ما تقلبهاش وتيجي تطالبنا دايما نبقى ماشيين عادلينها، فهي دي النقطه يا كابتن، انا بتفق معاك جدا تجربه الحكم الاجنبي
الخبير الاجنبي لحين ما الحاله المتوتره دي على مستوى سياق التحكيم والاراء اللي في التحكيم وما الى ذلك تنتهي تماما وتمام. تعال نشوف نعملها مصر ازاي. يعني لما الحكم المصري لما الحكام المصريين في فتره فتره الاستاذ احمد مجاهد اداروا مباريات قمه ورا بعضيها كل التوتر كل التحفظ كان موجود، بس لما نجحوا حد قال له انت نجحت انت ازاي تنجح؟ لا كلنا كنا مبسوطين جدا، ثلاث مباريات تحكيميه بحكام مصريين. بس للاسف التجربه ما بتستمرش، التجربه ما بتكملش، بيحصل دايما قرارات عكسيه. ما هو ليه؟ احنا مش عاوزين. عشان طلع كابتن محمد عادل في التليفون قال لك كذا كذا كذا، فبالتالي وكابتن عصام طلع بعديه دافع عن نظريه الاحتواء لو تفتكروا. يعني بالظبط لو كان خرج يا كابتن، لو كان خرج وادان هذا التصريح وما قالش كان الموضوع انتهى، كان الموضوع انتهى وكانت التجربه ممكن انها تستمر بالنسبه للحكام المصريين في مباراه الاهلي والزمالك، وكان كل الحكام كمان كانت خدت ثقه كبيره جدا، وكان كله هيبقى عاوز يطور من نفسه عشان موجود في حدث كبير زي دوت وفي ماتشات القمه. دايما الحكم بيبحث عن حركه لعيب كوره، وعارف انه بيبحث دايما انه يحكم ماتش الاهلي ويحكم ماتش الزمالك ويكون موجود في ماتشات كبيره ويظهر كويس بشكل كويس. لكن انت مش مطور التحكيم بشكل كويس، مش مطور العناصر بشكل كبير جدا التحكيميه. انت الحكام بتوعك بيسافروا دلوقتي الدوري التونسي وبيحكموا ماتشات في الدوري التونسي، وشفنا كابتن بنا وامين عمر اخرهم كمان الكابتن ابراهيم نور الدين، وبيقدموا اداء جيد في مشهود له ولا يعني هم شكروا في التونس بيقولوا بالظبط في شهر. فطب ليه احنا عندنا هنا في مصر هناك بجماهير؟ بس هو انا في نفس الوقت انا لا اجد اخطاء زي اللي انا بشوفها في مباراه النهارده وامبارح واول صح. بشوفها بتحصل في الدوري التونسي مع حكام مصريين. يعني لو دي بتحسبها ركله جزاء على طول، لو كابتن ابراهيم اللي بيحكم كره هناك ما بين الترجي والصفاقسي مثلا هيحسب ركله جزاء. ليه؟ لانه مش فارق معاه ولا يعني لا أنا هو بغض النظر عن الميولات مش هيفلتر، هو مش يعني مش هيفلتر، مفيش فلاتر، هو ياخد قرار لان الحاله بالنسبه له اسهل. لو الجمهور متقفل 100,000 حتى في تونس وفي المغرب بس هو مش مركز، هو عايز يحكم صح، ولكن هيفكر مين قال ايه بعده ومين قال ايه قبله ومين قال كذا وهطلع ارد ومين هيرد لي ومين مش عارف. فانت ما تقلبش المنظومه خالص، لا انت خلاص انت خدت قرار جيد قبل كده انك التجربه دي دخلت مصر، كمل تجربتك ناجحه فاشله نص نص اي حاجه رتبتها صح، اترتبت صح ولو لمره. ارجوك ما بلاش يعني بلاش تلعب في السيتنجز دي تاني، يعني ادخل على طول. اخيرا في النقطه دي يا جمال، وانت من المغروزين جوه اتحاد كره، المهم يعني من الاخر عايز اسمع كلمه ماشي. هل هناك اتجاه ان كل ده بيحصل علشان في الاخر يقول لك احنا ما لقيناش، احنا ما جبناش، اصل احنا دولارات، اصله الراجل، اصله البرتغالي، اصل الاسباني، فاحنا هنجيب مصري؟ بص يا كابتن، انا هبقى واضح معاك. ان انا احسمها بشكل نهائي هتبقى صعبه، لكن انا هقول لك اللي دار في اخر اجتماع، طب ليه ما نديش لحكم مصري؟ وهبقى صريح معاك اكتر بالاسماء. يعني هو مرشحين بنسبه كبيره للاسم الاكبر لو مصري هيبقى الكابتن سمير محمود عثمان يدير التحكيم المصري، ويكون معاه الكابتن محمد فاروق، واللجنه تستمر بشكل كبير جدا، والراجل برضه هيجي براحته. طيب اللي طرح الموضوع ده طبعا بعد اعضاء اتحاد الكوره، طب يا جماعه طب ايه اللي خلينا، طب احنا نكمل الموسم على اللي يجي يكمل الدور الثاني ويبقى معانا اتساع من الوقت عشان نختار حكم اجنبي. ولكن في بعض الاصوات داخل اتحاد الكوره وبعض الاصوات المؤثره داخل اتحاد الكوره المصري، الناس شايفه ان لابد ان التجربه تستمر، ان خلاص احنا قلنا ان احنا هنجيب خبير اجنبي ثاني وهيستمر، وان هو ما بيبقاش مركز مع الضغوط، وان هو ما بيبقاش دايما طالع. خلصت؟ طيب في اتجاه يا كابتن، اكيد في اتجاه. أنا اكيد في اتجاه، انا بس محتاج افهم اكيد في اتجاه بنسبه كامل اتجاه. خلينا اقولها دلوقتي حالا 50-50. لا يا راجل، لو عرفوا يوصلوا وصلت للدرجه دي، لو عرفوا يوصلوا لحد، لان كابتن برضه خلي بالك الاصوات يمكن متقاربه، هم لو عرفوا يوصلوا لحد وخلصوا، هو بالظبط ده اللي اتقال، لو عرفنا نخلص خلاص ما عندناش مشكله. يعني ايه لو عرفنا نخلص؟ ما انا هعرف القرار ده خطير. انا لو عايز اخلص ما انا هخلص بالزبط. لكن انا لو مش عايز اخلص بس القرار ده لو اتخذ، القرار ده لو اتخذ خطير من ناحيتين والله يا كابتن، لانه بس كمان احمد مش قرار بس فعلا في تفوق. قرار المصري لو اتخذ قرار بان رئيس لجنه التحكيم في ما تبقى من الموسم يكون مصري، خطير من ناحيتين بغض النظر عن كل اللي احنا اتكلمنا فيه. خطير اولا انه لا يخفى على احد، وده مش احنا اللي بنقوله، ان الحكام نفسهم يعني الحكام القدامى والحديثين والجيل اللي طالع، حتى تجربه مارك كلاتنبرج نفسها محل خلاف بين 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 منظومه التحكيم المصري، لا التحكيم التحكيم. فانت ما تجيش واحد مصري وتقول له ايه كمل على كلاتنبرج، التاني على طول هيقول لك ليه انا مش معجب بالتجربه. لا هقول له انا معجب بيه. ما هو لسه النهارده مثلا بما انك قلت على كابتن سمير عثمان، كابتن سمير عثمان انتقد اداء كابتن ابراهيم او شاف ان هو لم يحتسب ركله جزاء كان يجب ان يحتسبها، واحتسب ركله جزاء ما كان يجب ان هو يحتسبها. كابتن سمير كان متحمس لتجربه مستر كلاتنبرج، وكابتن جهاد جريشه نفس الكلام،
كابتن الشناوي نفس الكلام، كابتن مش عارف مين نفس الكلام. النقطه الثانيه الخطيره بس ممكن اكملها، النقطه الثانيه الخطيره برضو انه لو تم تعيين المصري او لا يخفى على احد الاسماء اللي جوه الاتحاد اللي مش عايزه تجربه، اللي عايزه تجربه الاجنبي تتم، هيبقى لتاني مره اراده الناس دي جوه اتحاد الكوره محل شك. واحنا هنا مش عايزين حتى في السياق الجديد اللي احنا بنتحرك فيه كلنا، مش عايزين انه يبقى في اي اختلافات جوه اتحاد الكوره. تمام، يعني خلاص اختلفوا الاختلاف العادي، بس ما تصدرليش من البدايه ان في مشكله وطالب ايه يعني تقول تعامى عنها او ما تتكلم. لا، مش ده المطلوب. احنا عايزين التجربه السليمه تمشي مظبوطه وبس، من غير اي افتعال. انت وعدت والناس كلها مستنيه التنفيذ بس كده. طيب، الموضوع لحد دلوقتي قائم، والموضوع لحد دلوقتي في تفاوض مع ثلاث خبراء، ده اكيد، ده دي خلاص معلومه مؤكده. يا جمال، بس انا ممكن اقول لك حاجه قبل ما تكمل كلامك في هذه النقطه تحديدا. انا لو عايز اخلص هخلص، اتفق. لو مش عايز اخلص بقالك شهر، لو مش عايز اخلص هقعد اقول لك انا بتفاوض، وفعلا انا بتفاوض. ما انا بكلم محمد جمال، ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ تيجي تشتغل معانا في قناه الاهلي؟ هتقول لي اه اجي اشتغل معاك. طب خلاص هكلمك بكره، واقفل. بالظبط. واكلمك بعد اسبوع، اه يا محمد تيجي تشتغل معانا؟ واقفل. تيجي تشتغل معانا؟ وبعدين طيب يا محمد انت عايز كام؟ انا عايز 10 جنيه. لا انا هديك جنيه. هيقول لك لا طبعا، من 10 جنيه لجنيه. بالظبط. لكن انا ممكن اقول له لا 10، طب خليها 7، طب خليها 8، طب خليها رينج. نوصل لرينج معين بما بسرعة. انك كنت بتدفعه فتوصل لحل بسرعه. لكن ان انا اتفاوض واسيب التفاوض يصل لهذا الوقت. انا قلت ان التفاوض 48 ساعه، استغربت من ان الوقت قليل جدا من ضيق الوقت. ولكن بعد كده اسبوع، تاني شهر، تالت، داخلين في شهر ولم يحدث اي شيء. يعني نتمنى ان القرارات، وبالتالي هي مسار شك كبير جدا، كبير جدا. نتمنى ان القرارات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا تكون، اتمنى كابتن بقى تستمر يعني نقلة يعني الملف ده كمان يحسم معاهم. انا كنت مستني يحسم عشان اقول ايه، كل حاجه ماشيه الحمد لله، تحركنا خطوه هائله للامام في كل الملفات، ما كناش هننكر ده الصراحه. بس اقول لك حاجه قبل ما نختم، ان شاء الله الكوره بمناسبه المنتخب المحليين كنا اتكلمنا فيها مع بعض قبل كده، ان دي دايما بطوله مميزه ليه اتحاد الكوره مش موجود فينا منتخب. حضرتك اتكلمت برضه في الموضوع ده، فيتوريا اتدخل وده جدا. طب احنا ما عندناش منتخب، طب احنا ممكن نلعبه حتى بلعبه الدرجه الثانيه ويبقوا موجودين في الدوري في بطوله افريقيا المحليين ويطلع لنا لعيبه. طيب بما اننا بنتكلم عن المنتخبات، لان وقتنا بينتهي، منتخب الشباب، منتخب الشباب برضو، ويعني المسانده القليله جدا لهذا المنتخب. طبعا كابتن لعب ماتشين، لعب ماتشين وديين، كان اخرهم النهارده ماتشين وديين بالعافيه. ما اعرفش انت عارفين القصه طبعا، كانت صعبه جدا. طبعا كان صعبه جدا في الاتفاقات، وانتظروا لحد وصول بعض المنتخبات اللي هتلعب في بطوله امم، جابوهم بدري زي جنوب السودان واوغندا، وجم ولعبوا طبعا المباراتين مع منتخب مصر. كابتن محمود جابر فضل ان المباراتين ما يكونوش مذاعين في الاعلام عشان يبقى فرد السريه. طبعا فاز في المباراه الاولى 1-0 عبد الرحمن رشدان، والنهارده تعادل 1-1. كان محمود مرسي اللي سجل جول منتخب مصر. بشوف يا كابتن ان لعيبه منتخب مصر للشباب لعيبه كويسه، بالضمان كمان بلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني، لعيب كويس جدا، هداف شامبيونز ليج، هداف شامبيونز ليج بالظبط. وعندك ايشو، عندك لعيبه كويسه، عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس لعيب النادي الاهلي، عندك احمد ادريس سيد، لعيبه كويسه موجوده في المنتخب ده وفي الجيل ده. اتمنى من كل قلبي ان اللعيبه بالظبط الحارس ما يتاثروش بال هقول لك ازاي، بالحاله اللي هتبقى موجوده في البطوله. انت في مجموعه قويه جدا، مجموعه صعبه، مجموعه فيها سنغال ونيجيريا وموزمبيق، طبعا بيصعد اثنين وفي افضل ثالث كمان من ثلاث مجموعات. مش عايز الموضوع يوصل للعيبه انها سهله وان احنا كده كده هنوصل سواء اول او ثاني، او مش عايز دي توصل. واتمنى ان تحقيق الهدف الاولاني، انت لو ما وصلتش اول وثاني وثالث دي تبقى مصيبه، تبقى مصيبه كاس يعني. هتوديك اولمبيكس وهديك كاس عالم للشباب اندونيسيا، يعني بس بطوله افريقيا. بالظبط، احنا عايزين نوصل على الاقل الهدف الاولاني بالتاهل، نوصل كاس العالم صح. بعد كده نفكر في البطوله. البطوله كده كده هتكون في مصر، كده كده هتكون في ارضك، انت تقدر تكسب ان شاء الله، الجماهير تحضر. بس انا بقول رساله، وبعد البطوله ان شاء الله ووصولنا يبقى لينا كلام تاني خالص. بالظبط، استعدادات مختلفه يا كابتن. نعم، لازم استعدادات مختلفه، لازم استعدادات مختلفه ولازم هي الكره بتبدا من حاجات كتيره مختلفه، هي بتبدا المفروض من جيل تاني لا بس ده اخر مفرزه قبل المنتخب الاول. حاجات كتيره جدا يجب ان تختلف. ما تزعلش مني يعني كابتن، الجيل بتاع حضرتك دايما ليه الناس بتشيد بيه؟ الجيل بتاعك دايما كان موجود من منتخبات الشباب ناشئين واولمبي لحد المنتخب الاول. احنا المنتخب الاولمبي خسرنا من نيجيريا 3-2 في نيجيريا، وهنا 1-0 او واحد، تعادلنا 1-1 هنا، وهو ده السبب كان الرئيسي في ان احنا نخرج. تعادلنا 1-1 هنا. عارف نيجيريا لما راحت الاولمبيكس عملت ايه؟ كسبت الاولمبيكس، كسبتها، الميداليه الذهبيه. ايوه خدتها. كسبت. مش مثلا كسبت اللي هي مثلا ايه، ميداليه فضيه ولا كوشا وكان الجيل اللي كنا هناك في نيجيريا 3-2 اتغلبنا، وهنا 1-1
وهنا 1-1 وخطا تامر مصطفى اللي هو المدير الفني للنادي. ابراهيم سعيد بقى وكرة. لا 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 ابراهيم احنا اكبر من الجيل. احنا الجيل ده كان حازم امام وعبد الستار صبري وهشام حنفي ومصطفى كمال وعصام الحضري والاولمبي 95. نعم ده الاولمبي 95 منتخب 95 كنا خدنا او خدنا بعديها بطوله الالعاب الافريقيه في زيمبابوي. كنتوا معروفين يا كابتن الناس. انا قصدي اقول لك ان الجيل ده بعد كده بقى هو نجوم الفرق ومنتخب الاول. لا ولما طلعت بقى منتخب اول انت لعب مع الناس دي 50 60 ماتش دولي حقيقي. بالظبط كده. خلى عندك هو ده اللي انا نفسي اشوفه. انا مش عارف اشوف الكلام ده لغايه دلوقتي. لا وترجع تاني تشتكي اللاعب عنده 28 29 سنه بعدين ملوش خبره دوليه كرول خدنا وراء طلع كاس هو مسك المنتخب الاول. لكن انت تفكيره فيكوا انتوا فتفكيره فينا احنا فجاب اللعيبه دي كلها فعمل جيل جديد وعمل جيل جديد فاز ب 98 او معظمه طبعا فاز ب 98 بعد كده جه الكابتن شوقي غريب. الكابتن شوقي غريب كابتن حسن باستمراريه هو ده اللي انا بتكلم فيه. ده التخطيط. صح هو ده التخطيط مش التخطيط ان انت يبقى بتفكر في مباراه او كاس امم افريقيا. لا انت بتفكر ان الجيل ده كل لعيبته دلوقتي احنا عشان مختصين في الرياضه فعارفينهم وعارفينهم كويسين لكن انا عايزهم الناس تعرفهم الناس تبقى عارفه الناس بالظبط كده. انت لو سالت اي حد عن 3 4 لعيبه طب مين اللعيبه اللي ما جاتش؟ ده لعيبه كويسه جدا جدا جدا, جدا جدا في منتخب الشباب. وده انا بقول لك هو ده يعني ده الملف الاكبر بالنسبه لي. ولكن ان شاء الله بعد نهايه البطوله لانه يجب ان يكون هناك حساب ولازم لانه كان اللعيبه اللي موجوده دي لو كانت جت معرفش ما جتش ليه. لو كانت جت كان هيبقى الوضع. كابتن محمود جابر تلعب على الموضوع ده. كابتن محمود جابر بيعلق زي ما هو عايز طبعا بس انا برضو بوجه له رساله انه هو بيطالب اكيد بدعم الجماهير انها تكون موجوده في البطوله وده اللي احنا بندعم بيه. بس لازم ان انت مش عارف اقولها ازاي بس انت تكسب في اول مباراه زي منتخب اولمبي ما عمل مع كابتن شوقي. طيب. في بطوله افريقيا مكسبك اللي جاب لك الجماهير في المباريات. الجماهير دايما عايزه تحس ان انت الله ينور عليك بتدافع عن منتخب مصر. لا والاسماء دي تتعرف. طيب اخيرا برضو يا مجدي رايك في نادي الهلال السوداني؟ الهلال السوداني لا وحابب اتكلم عشان الوقت بس لا الهلال السوداني نادي داخل يعني ارجو عدم تقليل منه نهائيا في مساله الفنيات. يعني طبعا الجانب من الجانب جانب الود والمحبه واخوه النيل وكل ده طبعا على راسنا كلنا. ولكن من الناحيه الفنيه الهلال السوداني عمل كل شيء عشان ياخد افريقيا كلها السنه دي. يعني بجد يعني هو الطموح ان هو يتوج دوري ابطال افريقيا. يعني من بنتكلم من الصيف اللي فات للصيف ده هو جاب فلوراي بنيجي اللي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا فيتا كلوب وصل نهائي افريقيا كونفدراليه واخد 3 دوري كونغولي واخد كاس سوبر كونغولي واخد كاس سوبر افريقي وفيتا كلوب بتجربه فيتا كلوب اخر 10 سنين ودرب وخد بيهم وصفه كاس امم افريقيا محليين. فهو مدرب محترم جدا ماشي على خط على ايه على خطى موسيماني في انه المدرب الافريقي اللي عايز يستحوذ على القاره او الفكره دي عموما. ليه تجربه مع نهضه بركان في المغرب فشلت السنه اللي فاتت او يعني ما وفقش فيها ولكن هو من مدرسه المدربين مش زي موسيماني اللي هو ايه يهدي الضغوط ويدي الخصم شويه برستيج. لا هو حتى التصريحات اللي اتقالت قبل ماتش عن ماتش الاهلي بعد ماتش سان داونز كانت تصريحات تدل لك ان هو مشحون جدا او ان هو عايز يكسب. احمد لانه لعب ماتش سان داونز كويس جدا بالظبط خسران من سان داونز 1-0 وده اللي انا بقوله بقى بالظبط. وبعدين عنده كان هايل واللعب والهجمه اللي استقبلها من لعب مفتوح هي الوحيده اللي جت في جون. بقيه الماتش كان منظم جدا. الهلال السوداني جايب في الصيف 11 لعيب. الهلال السوداني حاليا عنده 12 لعيب اجنبي في قائمته 12 لعيب اجنبي منهم 5-6 دوليين في منتخبات بلادهم. بنتكلم سنغال بنتكلم كوت ديفوار بنتكلم ملاوي بنتكلم ملاوي عنده جيرالد فيري لعيب ملاوي لعب 50 ماتش دولي لعب 10 اهداف لعب خط نص كويس. السودانيين اللي موجودين سودانيين تقال في المنتخب قطر الطاهر يمين فارس عبد الله ناحيه الشمال ابو 20 حارس المرمى الاساسي المنتخب السودان في المرمى فوات سابقه كان معاهم اللي هو الشعله وليد الشعله. فاعتقد انه لا ما نستهونش الماتش ده خالص. احنا الاهلي عموما محتاج ان هو انا محتاج على الاقل اشوف انه الاهلي بقى بيسافر السودان وبيكسب لان الرقم ده من الارقام القليله اللي الاهلي ما حققهاش لحد دلوقتي. يا ريت نفتتح مشوارنا في البطوله بشكل مريح لان القصه كلها في اسبوع التريب في الموضوع انه اسبوع واحد ممكن لا قدر الله يحصل حاجه او ان شاء الله نحسم كل حاجه. فهي دي النقطه اسبوع هتسافر في السودان وهترجع في الدوري وسان داونز بتاع ما تخسرش حاجه من الست نقط. انا بقدر ان الماتش بتاع مصر والماتش بتاع السودان لو خدنا ست نقط هنريح نفسنا لان داخلين ضغط كتير جدا 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 لحد نص لحد النص الاخير من مارس تقريبا. فاحنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا علشان مستر كولر كمان يعرف يدور براحته ويعرف لو لا قدر الله حصل تعثر في الدوري ما يبقاش تعثر كارثي بهزيمه او لا قدر الله او تعادل او اي حاجه تبقى الامور في نصابها. فبدايه ده كله في ام درمان
في الماتش ده؟ هتفرق يا كابتن طبعا. مباراه صعبه جدا. فريق الهلال فريق قوي جدا، فريق عنده عناصر تقدر انها تشكل اكيد خطوره سواء بره ارضها او حتى على ارضها. لعبوا ماتش كبير جدا قدام صن داونز، واللي اتفرج على المباراه يعرف قد ايه هم فريق محترم. النادي الاهلي هيبقى مجهد اكيد الفتره الجايه. النادي الاهلي عنده ضغط مباريات بشكل كبير جدا كل 3 ايام مباراه. انت هتلعب في السودان ثم هترجع على طول على اسوان، تلعب مباراه في الدوري، بعد كده عندك ماتش صن داونز، عندك بعد كده مباراه زي القطن، وعندك في النص الداخليه والاتحاد ومقاولين. لا يا كابتن عادل ماتشات كبير جدا، الله يكون في عون الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر. بس انا عاجبني فيه ان هو راجل بيدور وعنده دايما سيستم التدوير عشان يحاول على قد ما يقدر يحد من قصه الاصابات يعني لا قدر الله. بصراحه يعني رب يعني ان شاء الله ما نحسدش، بس ده انا ما دخلناش نص فبراير ابدا من 5 6 سنين واحنا ما عندناش والقوام كتير. الحمد لله رب العالمين تفتكر يا كابتن كانت بتوصل لمرحله كبيره جدا، دايما بيبقى فيه نواقص كتيره جدا دلوقتي، فده يحسب ان شاء الله لك. اتفق يا كابتن احنا فعلا نقدر نحسب ان شاء الله ان شاء الله المجموعه من اول مباراتين. ودايما يا كابتن انا يعني من اكتر الحاجات اللي بحبها في النادي الاهلي هو يعني انه دايما بياخد كل المباريات بشكل جدي بشكل كبير جدا، ودايما النادي الاهلي بيكون مركز في البدايه. دايما النادي الاهلي عارف ان البدايه الجيده هي اللي بتخليه دايما يوصل للنهايه، ودايما هو اللي موجود في الفاينل. النادي الاهلي هو دايما الرقم الصعب في افريقيا. دايما لما بنقعد نتكلم كل مسؤولين الهلال، انا اتواصلت معاهم خلال الفتره اللي فاتت عشان طبعا بيتكلموا على قوه النادي الاهلي وعلى عظمه النادي الاهلي، برده في نفس التوقيت دايما بيتكلموا معاك ان النادي الاهلي دايما بداياته جيده. ده اللي مخلي النادي الاهلي اخر 3 سنين موجود في فاينل دوري ابطال افريقيا، موجود في كاس عالم انديه بشكل مشرف. فانا بشوف النادي الاهلي بدايته فعلا الحقيقيه الموسم ده بقى في حته تحقيق بطولات، عندك كاس وعندك دوري وعندك دوري الابطال من مباراه الهلال ان شاء الله. يا رب ربنا يكرمنا. انا بشكرك جدا يا جيمي على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكرك احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.